لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ عادة من أهم العناوين. في موقع الهيئة نات في هجوم مسلح إصابة عدد من عناصر الشرطة جنوب غربي كركوك. في صحيفة المدى داعش يستعيد نشاطه في شمال بغداد ويقطع الطرق الرئيسة بسيطرات وهمية. في موقع كتابات العباد والصدر يعلنان تحالفا لتشكيل حكومة عابرة للطائفية. في موقع الجزيرة نت بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من هجمات. في العربي الجديد تمديد ولاية البرلمان العراقي توجه لمعركة دستورية بمرحلة الوقت الضائع. في صحيفة القدس العربي إصابة 3 جنود إسرائيليين في عملية دهس بالضفة. وفي صحيفة الحياة بومبيو ليس في مصلحة أحد عمل عسكري ضد إيران. السلام عليكم. بالتعديل الثالث لقانون الانتخابات في مجلس النواب وبحكم المحكمة الاتحادية بصلاحية هذا التعديل، قد ثبت بالدليل القاطع والبينة الجلية مرة أخرى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة قد جرى التزوير فيها ابتداء وانتهاء، ما عدا ثمة مجال للجدال والنقاش بحسب الكاتب عدنان حسين في صحيفة المدى. هذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الانتخابات، ولا هي الثانية منذ أول انتخابات كان التزوير سيد الموقف في كل عملية انتخابية، لكن الطبقة السياسية المتنفذة كانت تتوافق فيما بينها، فيتستر بعضها على بلايا البعض الآخر وعلى دوره في التزوير. كلهم مزورون في الانتخابات كما في الشهادات والوثائق وسواها. مجلس النواب شكل هيئة مفوضين جديدة لإدارة عملية العد والفرز، والمحكمة الاتحادية صدقت على هذا، لكن لا المجلس ولا المحكمة بينا لنا كيف سيمكن ضمان الكشف عن حالات التزوير ونبذها والإبقاء على الأصوات غير الملعوب بها. هل ثمة ما يقيم الدليل على وقوع التزوير في هذا الصندوق من دون غيره، وفي ذاك المركز الانتخابي من دون سواه، وفي تلك المحافظة أو المنطقة من دون غيرها؟ عمليات التزوير لم ترتكبها أجهزة العد والفرز الإلكترونية من تلقاء نفسها كما يراد أن يوحى لنا. التزوير مارسه البشر، وهم موظفو المفوضية المبثوثون في مراكز الاقتراع، وخلفهم تقف القوى السياسية المتنفذة التي عينتهم ومسؤولوهم بمن فيهم أعضاء مجلس المفوضية. فكيف للقضاة التسعة الذين أوكلت إليهم مهمة إدارة المفوضية أن يكتشفوا من ذا الذي زور ومن ذا الذي كان شريفاً؟ ويضيف الكاتب هناك عمليات تزوير يستحيل الكشف عنها بمجرد إجراء عملية العد والفرز يدوياً، منها مثلاً أن قوى سياسية وميليشيات أرغمت الناخبين في عدد من المناطق على الاقتراع لصالح مرشحين بعينهم، وهناك جهات ومرشحون اشتروا أصوات بعض الناخبين بالمال أو بالمواد العينية أو بوعود التعيين في وظائف، وهناك من اشتروا بطاقات انتخابية مسبقاً واستخدموها في يوم الاقتراع لصالح مرشحين بعينهم، وهناك موظفون في المراكز الانتخابية قدموا مساعدة مغرضة لناخبين وبخاصة من كبار السن والمرضى والأميين، فجيروا أصواتهم لصالح مرشحين عن الأحزاب والقوى التي جاء منها هؤلاء الموظفون. أي دولة هذه التي تحمي الميليشيات وتغفر لها وتبسط لها جناح الذل والرحمة؟
وتخفف من وطأة جرائمها، لأنها تتبع قاعدة حماية مواطنيها من رافعي السلاح والرايات الإيرانية والطائفية. هذا كان مستهل مقال للكاتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية، حيث يقول: هل هناك فرق بين عملاء الاحتلالين الأمريكي والإيراني ومعهما من دخل بقدمه اليمنى إلى مزاد العملية السياسية في المنطقة الخضراء سيئة السمعة في بغداد، وبين أي من أصحاب المهن إن كانوا من أصحاب الشهادات العليا أو الشركات أو من الحرفيين والسماسرة الصغار الذين توغلوا في مقايضة حياة وسلامة الناس بالمال والإثراء السريع بالغش والتزوير؟ دولة بلا رموز إنسانية في الحكم والعدالة والرؤية لن تنتج أو تفقس بيوضها إلا مسوخا ووحوشا في الشارع يمتد أثرها إلى المستقبل لصعوبة السيطرة عليها، لأنها تنمو وتتطور في مدارس وتقاليد ومؤسسات الفساد العليا. وإلا كيف نفسر حالة الانحطاط في العراق رغم تاريخه واقتصاده وأهمية موقعه الجيوسياسي وثرواته وطاقاته البشرية؟ أي دولة هذه التي تحمي الميليشيات وتغفر لها وتبسط لها جناح الذل والرحمة وتخفف من وطأة جرائمها، لأنها تتبع قاعدة حماية مواطنيها من رافعي السلاح والرايات الإيرانية والطائفية؟ وما حادثة شارع فلسطين إلا وصف لقاع سطوة الأحزاب الميليشياوية على السلطة والبرلمان والقضاء أيضا، ولا نستثني القوات النظامية من جيش أو قوات الأمن الداخلي، فتحت ظل القوانين تم زج المنظمات الإرهابية في تلك القوات بذرائع الدمج وحل الفصائل المسلحة وشعارات حصر السلاح بيد الدولة، وهي شعارات حصرية للترويج السياسي والدبلوماسي. وقائع مماثلة مستمرة ومتصلة باشتباكات بين نقاط تفتيش تعتقد أن لها صلاحيات أمنية بإيقاف العجلات المشبوهة أو التي من دون لوحات تسجيل، ثم تتورط بحسن نية بعض ضباطها. مدارس الإرهاب لا حصر لها، لكنها تمكنت من تحويل شعب العراق إلى مجرد أقلية في خدمة أهداف المشروع الإيراني. لذلك تبدو لنا وثائق المعتقلات الأمريكية وما جرى فيها باباً مفتوحاً تخرجت منه شخصيات وعلاقات ومساومات وبرامج نراها اليوم تستقر في الصراعات. ماذا حصل في تلك المعتقلات الأمريكية؟ ولماذا رست العطاءات الإيرانية على الثقة التامة ببعض هؤلاء المعتقلين من ميليشياتها وحازوا على الدعم والإسناد من الحرس الثوري؟ ولماذا تم تكليفهم بمهمات الاختطاف أو إطلاق السراح بعد مفاوضات؟ لا عجب أن يرفع زعماء الطوائف هذه الأيام أوراق الدستور العراقي على رؤوسهم ومن خلف خنادقهم وبنادقهم وصناديق اقتراعهم، فيتبارون في تفسير نصوصه ويتجادلون في الحفاظ على قدسيته ويتباكون على خرق تعاليمه والتنكر لمبادئه. كما لا عجب في أنهم ضمنا يستعدون في لحظة الغضب المنتظرة لشق رؤوس العراقيين بكتيبات الدستور نفسه قبل التوجه إلى استخدام الرصاص، بحسب الكاتب مشرق عباس في الحياة اللندنية. ساهمت القوى السياسية التي تذرف الدمع اليوم على قدسية الدستور في تمزيق صفحاته بميليشياتها وأعمال القتل والتخريب التي ارتكبتها والحروب الأهلية التي تسببت بها واستفادت منها وبسرقاتها وفسادها ونخرها لبنية مؤسسات الدولة وتجاوز القانون وتزوير الانتخابات، وهي اليوم تهدد العراقيين مرة أخرى بالدستور فتتحدث عن حروب أهلية جديدة، إذ لم يتم الالتزام بتفسيرها الحصري المختلف عليه لنصوصه.
ليس الأمر أن جلسة البرلمان الأخيرة التي عدلت قانون الانتخابات شرعية دستوريا أم لا، وليس مهما حقا إذا كان تفسير المحكمة الاتحادية للقانون دستوريا أم لا، ولم يعد كافيا الحديث عن سابقة خطيرة بتمديد عمر البرلمان العراقي وحتى تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع ليس أمرا جوهريا. فالأصل أن من يدافع عن شرعية جلسة البرلمان ومن يرفضها هم أنفسهم من منعوا إجراء التعديلات الدستورية وتغاضوا عن القوانين الأساسية ورفضوا إقرار مجلس الاتحاد وهيئة الرقابة على إرادة الدولة ومجلس الخدمة، ومن تقاعسوا عن تمرير قانون محكمة اتحادية جديدة وقانون انتخابات عادلة وقانون استثمار نزيه مثلما تمنعوا أمام تنفيذ قانون الأحزاب. عندما يتعلق الأمر بالدستور العراقي فإن ثمة إجماعا عراقيا على ضعف العديد من نصوصه وتخبطها وغموضها وتضاربها، وإنه دستور طيع أمام التأويل قد تحول مع مرور الوقت إلى معبر، مرة للتفرد بالسلطة ومرة للسرقة والفساد ومرات لضرب السلم الاجتماعي. اتجه العراق نحو معركة دستورية جديدة بعدما أقدم البرلمان الحالي على قراءة قانون لتمديد عمره لفترة أخرى حتى يتم الانتهاء من إعادة العد والفرز لنتائج الانتخابات، وفي وقت يتعارض فيه هذا التوجه مع نص الدستور العراقي ينهي عمر البرلمان نهاية الشهر الحالي. يؤكد مراقبون قدرة البرلمان على تمرير القانون وتوقيعه مستفيدا من ثغرات دستورية في وقت تستعد فيه كتل سياسية للطعن بهذا القانون أمام المحكمة الاتحادية، ما يجعل البلاد أمام أزمة جديدة وشد وجذب يؤثر على مواعيد تشكيل الحكومة بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. تستعد كتل سياسية فائزة في الانتخابات للطعن أمام المحكمة الاتحادية بدستورية خطوات البرلمان. وقال القيادي في تحالف سائرون هيثم اللهابي في حديث للعربي الجديد إن البرلمان الحالي لم يترك وسيلة إلا واتبعها في سبيل التحايل على نتائج الانتخابات وتغييرها، وأوضح أن البرلمان ينتهج اليوم نهجا غير قانوني ولا دستوري ويسعى لتمديد عمره كسلطة تشريعية تعمل وفقا لأجندات الخاسرين من الانتخابات. ويعد سياسيون خطوة البرلمان هذه خطوة مبيتة لتحقيق مكاسب سياسية من أزمة الانتخابات وليست حصرا على مستقبل البلاد، وإن الهدف من تمديد عمر البرلمان ليس تجنب الفراغ الدستوري كما هو معلن، بل الإبقاء على البرلمان والحفاظ عليه كوسيلة للضغط وأداة تضمن تطبيق قانون التعديل الثالث للانتخابات بطريقة تخدم مصلحة بعض الجهات السياسية وتكفل فوزها. إن أي تمديد لعمر البرلمان الحالي يعد باطلا وغير دستوري، ووسط هذا التعارض الدستوري يحذر مراقبون من خطورة توجهات البرلمان المخالفة للدستور التي تضع البلاد أمام مرحلة جديدة من الصراع الدستوري والقانوني الذي يؤثر سلبا على البلاد ويضعها على أعتاب أزمة جديدة تعرقل أوقات تشكيل الحكومة. من المؤكد أن البرلمان سيكمل نصابه خلال الجلسة المقبلة ويقر القانون مستفيدا من ثغرات في الدستور، وتحديدا المادة 58 منه التي تجيز تمديد الفصل التشريعي ولم تنص على تمديد عمر البرلمان، وسيعده قانونا نافذا من تاريخ التصويت كما حدث مع تعديل قانون الانتخابات، ويبقى الطريق الوحيد هو الطعن أمام المحكمة الاتحادية. لقد تابع معظمنا المباريات العربية في كأس العالم بعاطفة وأوهام وهلوسات لا علاقة لها أبدا بالواقع، لم نستخدم عقلنا أبدا ونحن نشاهد المنافسات، لم نتساءل كيف لهذه الفرق التابعة لبلدان عربية غارقة في التخلف والفساد والانحطاط
أن تنافس فرقا غربية وأجنبية تابعة لدول تتصدر المشهد العالمي في الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والعلوم. مقال يكشف أسباب هزيمة المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم للكاتب فيصل القاسم في القدس العربي. الرياضة في بلداننا وللأسف هي بنت السياسة العربية، فإذا كانت سياساتنا فاسدة فلا يمكن إلا أن ينعكس ذلك الفساد السياسي على الرياضة والرياضيين. فالرياضة هي إحدى ممتلكات النظام الشمولي العربي، مثلها في ذلك مثل مصلحة الصرف الصحي والفلاحة وجمع الزبالة والصناعة والسباكة والطبابة والثقافة والفن والعلم والتجارة والقضاء والتعليم وبقية القطاعات. ولا عجب أبدا أن من بين أسماء الحاكم العربي الحسنى اسم راعي الرياضة والرياضيين، فحتى الرياضة التي تعتمد بالضرورة على القدرات الجسدية هي تحت إمرة النظام العربي الرسمي ومن فضاءاته السلطوية. لا يمكن للرياضيين أن يتفوقوا لا داخليا ولا خارجيا إذا كانت الرياضة عندنا تدار بعقلية الواسطة والمحسوبية والانتماءات الضيقة. فالمؤسسة الرياضية في الكثير من البلدان العربية هي مؤسسة حزبية أو سلطوية أو عائلية، ولا عجب أن ترى على رأس بعض المؤسسات الرياضية العربية أشخاصا مؤهلهم الوحيد أنهم قريبون من السلطة أو متحزبون أو مخبرون ويفهمون بالرياضة كما أفهم أنا بالانشطار النووي ما بعد الحدثي. هناك دائما تناسب طردي بين تقدم الدول تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا وبين تقدمها رياضيا. لا يمكن أن تكون متخلفا في كل شيء ومتقدما في الرياضة. من يقبع في ذيل الأمم عموما لا يمكن أن يكون في مقدمة الأمم في أي شيء آخر، لأن التقدم يكون متكاملا. ويضيف الكاتب: نحن مهزومون سياسيا، مهزومون اقتصاديا، مهزومون رياضيا، ولو كان للهزيمة كأس لرفعه العرب ولتنافسوا أيضا على الفوز به. لا رياضة مزدهرة من دون ريادة حضارية شاملة. ليست المرة الأولى التي تتنطح فيها ومن خلالها الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقد فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في مساعيها لسببين: أولهما لأن العدو الإسرائيلي المحتل مستغلا تفوقه لا يتطلع إلى أي تسوية واقعية، ولا أقول عادلة، تضمن للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه، وثانيهما لأن الطرف الفلسطيني على ضعفه لم يذعن للشروط المجحفة بحسب الكاتب حمادة فراعنة في مقال بصحيفة الدستور الأردنية. الرئيس ترامب الذي يقود ائتلافا ثلاثيا وفرت له فرصة ليكون سيد الأبيض، يقع أسيرا للثنائي الأول الجناح المسيحي الإنجيلي المتصهين الذي يمثله نائب الرئيس بنس والسفيرة نيكي كيلي، والثاني الجناح اليهودي الذي يمثله الثالوث المستشار كوشنر والمبعوث غرينبلات والسفير فريدمان، الذين يتبنون رؤية الفريق اليميني المتطرف والحاكم لدى المستعمرة الإسرائيلية. صفقة ترامب وإدارته ستفشل كما فشلت الإدارات التي سبقته، طالما أن ما هو مطروح وما هو مقدم لا يلبي حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم بالعودة وفق قرار 194 وبالاستقلال والدولة وفق قرار التقسيم 181 وبالانسحاب وفق قرار الانسحاب وعدم الضم 242 وحل الدولتين 1397. الموقف الأردني ويبادله الموقف المصري لن يقدم على ما هو مرفوض فلسطينيا، ولذلك سيبقى الصراع قائما ومتداولا كما كان، وسيبقى وإن كانت حدته بدت صعبة فاقعة بسبب الانقسام الفلسطيني والحروب البينية العربية التي دمرت ليبيا وسوريا والعراق واليمن واستنزفت مصر وبددت أموال الخليجيين، تتطلب حكمة
في إدارة الصراع في ظل الاندفاع الأمريكي مع حكومة نتنياهو العنصرية الاستعمارية المتطرفة. شروط أمريكا لا توفر له الحد الأدنى من الكرامة الوطنية واستعادة حقوق شعب فلسطين بحسب الكاتب. في عالم الحوسبة المجهرية، تمكن مهندسون من جامعة ميتشيغان الأمريكية من التفوق على شركة IBM في تطوير حاسوب أصغر بعشر مرات من حاسوبها، لدرجة أنه يمكن وضعه على رأس حبة أرز. وقالت الجامعة إن مهندسيها طوروا حاسوبا قزما إذا وضع بجوار حبة أرز، كما يعتبر صغيرا مقارنة بحاسوب IBM الذي يبلغ حجمه 1 ملم في 1 ملم. لكن فريق الجامعة يرى أن الأمر يتعلق بأكثر من مجرد الحجم، حيث يقول ديفيد بلاو الأستاذ المشارك بإدارة المشروع إن اختراعهم أصغر بعشر مرات، ولهذا يمكننا أن نوجد في مساحات أصغر، كما أن حاسوب IBM لا يستطيع استشعار بيئته ويستطيع إرسال شفرة تعريف بنفسه، لكنه لا يستشعر البيئة الفيزيائية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.